عمي اللي بيعرفش وادي القرن اللي كلياتنا بنحكي عنه اللي بصب بين نهرية وراس النافورة بيبدا من منطقة الجليل بالضبط وين حرفيش هذا الوادي بيبدا وين جبلين عداثر والطويل هذا الوادي بيلتقي مع الوادي على اليمين اللي جاي من موقع ارض اسمه بخوخ الوادي بيبدا في بيت جن وبيبدا في الجرمق الجدولين بيلتقوا مع بعض هون بنقدر نقول هاي بالنص اسمها الجزيرة على اعتبار حواليها ماي هون بيبدا وادي الحبيس اللي احنا في سياقه يعني بداية وادي الحبيس